دلوقتي تعالوا نشوف معاكم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الشروق منتخب سوازيلاند يخطر اتحاد الكرة بموعد وصوله. اليوم السابع المنتخب يدرس اقتداء ملعب ايرسبورت قبل مواجهة سوازيلاند. سوبر كورة أبو ريدة يرفض إلغاء مقعد المرأة في مجلس الجبلية. الوفد اللجنة الانتخابية تفحص أوراق مرشحي اتحاد الكرة غدا. الوطن سبورت أبو ريدة يجهز مستندات الرد على مخالفة الجبلية. اليوم السابع قانونية الجبلية تجتمع غدا لبحث الرد على تقرير مخالفات وزارة الرياضة. فيتو ربيع ياسين يتابع منتخبات الوجه البحري 13 أكتوبر. الفجر تيري هنري يقترب من تدريب أحمد المحمدي. الأهرام المسائي الإسماعيلي في ورطة، فييرا يرفض رحيل المتولي وبامبو الوحش في يناير. الشروق الأندية التونسية تهدد بمقاطعة الدوري بسبب منح الحكومة أو منح الحكومة عفوا. سكاي نيوز إبراهيموفيتش يدرس العودة لدار المسنين. أس مصير لو بتيجي في يد برشلونة. سبورت 360 جماهير ريال مدريد تحدد الطرف المسؤول عن الأزمة.